حسبي الله ونعم الوكيل، مفتري عليه ربنا، حسبي الله ونعم الوكيل. فيصل، فيصل. يا اختي فيصل. حبيبتي فيصل. بتعملي ايه هنا؟ ايه؟ انت مش قلت انك رايحه تجيبي الفستان؟ اصل انا كنت بجيب الترتر بتاع الفستان، اصل الترتر هنا رخيص. ترتر؟ لا الكلام ده عند ام ترتر. ما قلتيش انك جايه هنا. بقول لك ايه؟ ايه ده ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انت بتعمل ايه هنا؟ كان عندنا هنا ظبطية اداب. ايه ده بجد؟ طب في هنا ام اشجان في الدور الرابع. مالها دي؟ هي اللي بتعمل الترتر، ترترها حلو قوي. ترترها حلو قوي؟ انت مالك؟ مالك كده مش مركزة؟ مش على فين الفستان اللي انت اشتريتيه اللي انت جايه تجيبينه الترتر؟ ايه انطقي مره واحده، ما تهنجيش مني. بس انا وانا ماشيه بعد اتنين بمكنه راحوا ساحبين مني فلوس الفستان. بس نعم يا اختي. سرقتي تاني؟ مرات ظابط وتسرق مرتين في اليوم؟ لا والله انا هتفضح في الوزاره. لا لا لا، مره فلوس الفستان ومره التليفون. التليفون. اي التليفون. ضيق هو مش ده. التليفون اللي اتسرق ولا انا بيتهيألي؟ ايه وجع والله. التليفون انطقي. هقولك هفجرها فيك. لا لا اصل هما اخدوا فلوس الفلوس الفستان وسابوني التليفون. تقولي ايه هن؟ طب بص انا ممكن اقولك حاجه، احنا ممكن نأجر الفستان، مش لازم نشتريه، نأجره. نأجره؟ نأجره؟ أمال فين كلامك؟ ده فستان العمر يا فيصل. يا فيصل أنا لازم أشتريها يا فيصل. يا فيصل ده هي ليلة واحدة يا فيصل. لغاية لما كرهت فيصل في اليوم اللي عرفك فيه. نركز. هركز. نركز يا فيصل. نركز يا شيماء. هركز والله العظيم يا فيصل. فاضل كام يوم على الفرح. هركز. مفيش حاجة تضيع. هركز والله العظيم. مفيش حاجة تتسرق. والله ما هتسرق. جرح البوكس. حاضر. انزل يا حيوان. ما تنحش ورا. نركز.